هلأ بدي أعطي زي محاضرة تعريفية عن مادتنا. المحاضرة حتلاقوها طبعاً، هي هذا هو التيم، أساسيات برمجة واحد، تمام، اللي أنتوا دخلتوا عليه هلأ. على الفايلز هنا حتلاقوا كل المادة، حورجيكم إياها كمان شوي. هي هنا فولدرات تحتوي على المادة، بس المحاضرة اللي بدنا إياها هي هاي. طبعاً هاي المحاضرة تعريفية، يعني مش داخلة بالامتحان أكيد، هي بس عشان تعرفوا زي ما قلنا شغلات معينة بتخص المادة هلأ هنحكي عنها إن شاء الله. أوكي، تمام. يبقى مادتنا اسمها أساسيات برمجة واحد، Programming Fundamentals One. عادة الطلاب لما أسألهم، أو هيك كنا بالجامعة، يجوا مثلا يسألوا هاي محاضرة C++، يجوا يسألوني هل هاي محاضرة C++؟ أقول لهم لا، هاي محاضرة أساسيات برمجة واحد. هلا شو الفكرة؟ الفكرة إنه يس أنا حاعطيكم C++ هون، تمام؟ بس هي فعلياً هاي المادة معمولة عشان تتعلموا أساسيات البرمجة. إحنا مستخدمين أو إحنا ككلية اخترنا C++ بحيث تكون هي اللغة اللي تبدو فيها. جامعات تانية ببلشوا مثلاً بالفيجوال بيسك، جامعات تانية ممكن تبلش بالبايثون، تمام؟ فمو مشكلة لغة البرمجة اللي حنستخدمها، إحنا حنتعلم أساسيات. الأوامر اللي حنتعامل فيها بالC++ نفسها موجودة، بس يمكن طريقة كتابتها مختلفة في كل لغات البرمجة. فعشان هيك أي حدا بسألكم شو عندكم اليوم، قولوا عندي أساسيات برمجة واحد مش C++، تمام؟ هاي أول نقطة. هلأ حنحكي عن بعض الكونتنتس الموجودة هون إن شاء الله. أول إشي بدي أحكي شوي عن حالي. أنا اسمي إيمان الناجي، معي بكالوريوس علم حاسوب من جامعة اليرموك، ومعي ماجستير إدارة تكنولوجيا معلومات من جامعة ببرنامج مشترك بين جامعة اليرموك وجامعة سندرلاند. إلي خبرة منيحة في الشغل قبل ما أكون مدرسة في جامعة فيلادلفيا. اشتغلت حوالي 6 سنوات في شركات يا أوراكل ديفلوبر كمطورة برمجيات أوراكل، وكنت آخر إشي وصلته كنت تيم ليدر قبل ما أترك وأكمل ماستر. بعدين الحمد لله يعني إلي 10 سنين في جامعة فيلادلفيا من 2010 as a teacher أو lecturer كمحاضر متفرغ. هاي باختصار. هلأ بالنسبة للمادة المعلومات العامة، طبعاً هذا رقم المادة، هذا الرقم اللي أنتوا سجلت لما سجلتوا ودخلتوا، اسمها زي ما قلنا أساسيات برمجة واحد and so on. اللي بيهمني طبعاً إنه دايماً ديروا بالكم على الموعد، إحنا دايماً موعدنا حيكون 7:15 2:15. مدة المحاضرة 1:15 فعليا، يعني هي بتخلص 8:15 مش 8:30 يعني. بس هيك عادة احنا بنكتب، يعني احنا عادة المحاضرة 2:15 بنحطها 1:30، بس دائما متعارف عليه انه اخر ربع ساعة سبيشال لما نكون في الجامعة بنطلع الطلاب بكير عشان ما هم ربع ساعة ينتقلوا من محاضرة للثانية. فظلت نفس الفكرة، يعني احنا حناخد فعليا 1:15 سواء اونلاين او غير هيك. اذا اضطرينا في يوم نتأخرنا ربع سوري مش ربع 5 دقائق بتسامحوني فيهم، بس أكيد مش هنتأخر ربع ساعة، أصلاً المحاضرة طويلة وبديش إياكم تزهقوا يعني. طبعاً لوكيشن موقع المحاضرة طبعاً أونلاين هنا على مايكروسوفت تيمز إلى أن يشاء الله. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بفرجها علينا كلياتنا ونرجع نتقى بجامعة فيلادلفيا الجميلة، يعني كلكم استجداد عليها، وأتمنى أنكم تكونوا فعلاً شفتوها. يعني الجامعة عن جد حلوة، وإن شاء الله الله يعني يعطيكم مجال وتقدروا تيجوا وتستمتعوا فيها زي أي طلاب جامعة. الجامعة باي ذا واي مش بس دراسة ومحاضرات، لا الجامعة فيها أشياء كتير، وإن شاء الله كلها بإذن الله بتستمتعوا فيها. هلأ شو requirements، إيش المتطلبات اللي لازم تكون معكم، أو شو يعني خلينا نحكي مش معكم، إيش خلينا نحكي السوفتوير أو البرمجيات اللي لازم تنزلوها. طبعا مش هلأ حتنزلوها، لسه كنت أحكي مع واحدة من طالبات اللي معنا هلأ بهذا الموضوع. طبعا اول شغله تيمز اوريدي انتم نازلينه، لانه انتم كلياتكم هلا معي المفروض. فمايكروسوفت تيمز هو المنصه الاساسيه اللي حنتواصل فيها، حناخذ فيها المحاضرات، حناخذ فيها الامتحانات او الكويزات الاونلاين اند سو اون. هلا احنا حنشتغل برمجه، تمام، يعني حناخذ اساسيات في البدايه، اول اسبوع او اسبوعين يمكن يكون نظري، بعدين حنبلش نشتغل برمجه، تمام. هلا السوفت وير بنستخدمه اسمه فيجوال ستوديو. هلا فيجوال ستوديو شباب مش بس C++، يحتوي على C++، يحتوي على لغه C#، على فيجوال بيسك، على SQL سيرفر، على J++، في لغات كتير. اوكي،
لما تيجي احنا طبعا انا هون حطيت 2012 اور مور لانه عندنا في الجامعه في المختبرات حطيت الفتره اللي فاتت طبعا ما كناش نروح على الجامعه كنا بدنا ننزل شيء اجدد بس ما صح لنا فنازل 2012 لهلا بس انا يعني في كتير طلاب قالوا لي 2019 اوريدي نازل وانا حتى بفكر لا انزله وعلى اساس انه لما تعطوني الهوم وركات تبعتكم اقدر اشوفها بسهوله فنازل حاليا 2019 بحاول الاقيكم طريقه سهله انه تلاقوه وتعملوا له انستولمنت كنت احكي مع زميلتكم قبل شوي واجهت صعوبه شوي يعني مش عارف شو بدها تنزل لانه يعني الفيجوال ستوديو زي ما حكيت في لغات كتير ولو بدها تنزله كامل هيكون كتير هيفي وتقيل على جهازكم تمام على اللابتوب فبدي اشوف انسب طريقه انك تنزل يعني خلينا نحكي اقل متطلبات لازمه بهاي الماده طبعا الفيجوال ستوديو باي ذا واي هتحتاجوه باساسيات واحد هتحتاجوه باساسيات اثنين سي بلس بلس هتشتغلوا عليه بماده البرمجه الكينونه اللي هي الاوبجكت اورينتد هتشتغلوا عليه سي شارب وحتشتغلوا عليه بالبرمجة المرئية يعني أربع مواد بالبرمجة المرئية برضو على السي شارب فأربع مواد حتستخدموا الفيجوال ستوديو فلو نزلنا من هلأ 2019 وتعودتوا عليه من هلأ بيكون أفضل في حال إنه عندك مشكلة اللابتوب اللي عندك لسه ما جبتش لابتوب مثلا أنتوا لساتكم سنة أولى يمكن مش محضرين حالكم ما جبت لابتوب قوي ما قدرت تنزل عليه فيجوال ستوديو هاي المادة بس إحنا بنقدر ندبر حالنا بسي بلس بلس كومبايلر أونلاين تمام فانا حاطه لكم اللينك هنا في حاله انه ما زبط معكم تنزلوا فيجوال ستوديو هذا اللينك بيعطيك هذا الموقع برامجنا احنا بهذا الفصل حتكون سيمبل يعني ما حتكون بتعقيد البرامج اللي حنكتبها ان شاء الله باساسيات اثنين تمام طب اساسيات واحد لانه احنا لسه بناخذ يعني اول ستيب في البرمجه فأكثر شيء ما بعرف إذا أنتوا أوريدي مفروض ماخدين برمجة زمان يعني اللي دارسين في الأردن أنا بعرف من صف ثامن وتاسع بلشتوا شوي تاخدوا برمجة فاللي دارسين برمجة مرت عليهم أكيد if statement loops فهي الشغلات حناخدها إن شاء الله بهذا الفصل فهي كلها تعتبر simple الشغلات الصعبة شوي زي functions arrays إلى آخره هي كلها موجودة بأساسيات اثنين فاللي حناخده هذا الفصل هذا compiler بكفي طبعا شو معنى كومبايلر هذا الحكي حنحكي عنه هو مترجم مبدئيا كلمه خلينا نحكي كترجمتها الحرفيه وحنشوف ان شاء الله ايش هو الكومبايلر بالضبط خلال ان شاء الله دراستنا هذا الفصل فهذا ممكن يكون كافي بالنسبه لكم ولما نبلش برمجه هدخلكم على هذا هدخلكم على الفيجوال ستوديو بالحالتين تشوفوا كيف انا بقدر استخدم هذا الكومبايلر كيف بقدر استخدم الفيجوال ستوديو عشان اكتب اي برنامج بدي اياه بالسي بلس بلس تمام هون أمورنا تمام؟ هذا عنده أي مشكلة لحد الآن؟ كمل؟ يا دكتور بدي أسألك متى حنبدأ ننزل البرنامج هذا؟ هلأ إحنا خلينا نحكي خلال هذا يعني المحاضرة اليوم تعريفية الشابتر الأول نظري اللي حناخده يعني بحتاج في ما بين محاضرتين لثلاثة فممكن تحكي إنه الأسبوع هذا الأسبوع القادم ما حتحتاج تنزل هذا برنامج بس على الأكيد الأسبوع الثالث هنبدأ بعدين أنا حبلش لكم يعني أنا حاطيكم العملي كمان هلأ بنحكي عن موضوع العملي فأنا حدخل معكم أورجيكم بالضبط كيف تستخدموا هذا البرنامج فيجوال ستوديو أو كيف تستخدموا الكومبايلر بحيث إنه لما أصير أقولكم يلا بدنا نشتغل وحتى على فكرة بالمحاضرات أنا حدخل عليه حصير أعطيكم بدل ما أكتب البرنامج زمان لما كنت أشرح للطلاب بالمحاضرة بتكتب البرنامج بإيدي على اللوح في المحاضرات النظرية تمام هلا الأسهل صراحة إني أكتبه على لأنه بستخدم اللابتوب قدامي والكيبورد فأسهل علي إني أكتبه مباشرة على البرنامج بدل ما أجيب ورقة أو أجيب حتى تابلت وأصير أكتب بإيدي تمام فخلنا نحكي مش هذا الأسبوع ولا الأسبوع اللي وراه الأسبوع الثالث لازم يكون نازل فأنا إن شاء الله قبل ما نوصل هاي المرحلة حكون بعتها لكم يا إما أنا بصور فيديو أو أنا بحط لكم ستيبس كيف تنزلوه أو بدور لكم على إشي على اليوتيوب بيساعدنا إنه يعني إذا لقيت برنامج أو خلينا نحكي فيديو على اليوتيوب سهل إنه بيساعد إنك تنزله طبعاً أسهل من أنا أصور يعني إذا لقيت حدا أوريدي مصورها حبعث لكم الفيديو على اليوتيوب فخليني أشوف بس طريقة بحيث إنه يكون سهل عليكم تنزيل المادة هلأ سوري تنزيل البرمجية
في حالة حتى لو بعت لك فيديو مني أو من اليوتيوب أو خطوات وما قدرت إنك تنزله لأي سبب عادي، يعني ممكن تكون مشاكل مثلاً اللابتوب أو شغلة أنت مش مركز فيها، عادي أنت أول مرة بتقوم تشتغل هذا الشغل، تمام؟ فأنا بتوقع إنه مو شرط الكل يقدر إنه ينزله. عندك في أكثر من طريقة، ممكن تيجي على الجامعة، أوكي أنا بنزل لك إياه. اليوم إجا طالب عندي ماخذ مادة برمجة مرئية ونزل 2019 ونزلت له إياه عندي، يعني هو منزل الرابط بس أنا كملت له الانستولمنت للبرنامج. عادي بتقدر تيجوا على الجامعة، بس مش كميات، يعني لما يجي واحد مثلا على الجامعة ويجي عندي مش مشكلة واحد يجي عندي على المكتب عشان موضوع التباعد وهيك هاي الأشياء. بس الحل الثاني إنه أتواصل معه أنا، يعني يحكي لي مثلا، هلا حورجيكم طرق التواصل معي، يبعث لي على الفيسبوك على الماسنجر إنه أنا عندي مشكلة مثلا معينة، يا إما بصير يبعث لي، يصير هو يعني أنا وياه بنفس الوقت، هو يصير ينزل أو يمشي خطوات ويورجيني الصورة اللي هو يعني شو وين وصل بالضبط، وأنا أحكي له اكبس كذا أو هيك، يعني أحكي له شو يعمل. أو في طريقة تانية، في برنامج اسمه تيم فيور، هذا بقدر أنا بطريقة ما، هو سيف طبعا البرنامج ما بخوف، بس طريقة ما أنا بنزل هذا البرنامج، أنت بتنزل هذا البرنامج، بعطيك ID معين أو أنت بتعطيني ID معين، بحيث أنه أقدر أفوت على جهازك وأساعدك في الانستولمنت. يعني أنا بصير أنا هنا وإنت مثلا في السعودية أو في إربد أو whatever، بصير أنا أشتغل كأني أنا بشتغل على جهازك وبورجيك كيف تعمل انستولمنت. فبزبط أي يعني هي هذه في حالة أنك ما قدرت أنت تحمل هذا البرنامج لحالك، تمام؟ أوكي شباب، فما تقلقوا من هالناحية، ما تحسوا إنه هذا تحدي كبير أو كذا، لا إن شاء الله حساعدكم فيه، يعني يعني حتى الأمور إن شاء الله طيبة وسهلة، ما في أي مشكلة. أوكي تمام، أوكي يعطيك العافية. الله يعافيك. لا لا أبدا ما في أي غلبة. هلا كيف طريقة التواصل معي؟ التواصل طبعا في عنا إيميلات، هذول 2 إيميلز تقدر تبعتوا لي عليهم، هذا إيميل الرسمي تبع الجامعة، هذا إيميل شخصي، بس أنا هذا الإيميل عاملاه بس للطلاب، يعني ما حدا بيبعث لي عليه غير طلابي، فأنا بعرف إنه إذا إجاني عليه إيميل يبقى إشي مهم لازم أشوفه، تمام؟ فأي شيء أرجنت، أي شيء بدكم إياه بدكم تبعتوا لي إياه بعتوه هون. أنا بفضل تبعتوا لي على هذا الإيميل الشخصي لأنه موجود على موبايلي، فعلى طول بيجي النوتيفيكيشن. أوكي إيميل الجامعة عندي مشكلة، ما عرفت أنزل على الموبايل لسبب، لما جبت يعني لما غيرت الموبايل صار في مشكلة، وبصراحة كسلت أدور عليها فما نزلته، يعني بشوفه، يعني أنا بدخل لما أروح الجامعة بشوف الإيميل هذا اللي أنا بتابعه بشكل مستمر، فيفضل إذا بدك إشي ضروري بعت عليه. طبعا في طرق أسهل للكوميونيكيشن، في هذا الجروب على الفيسبوك، هيك شكله تمام، وهي الرابط تبعه طبعا، هذا هدول السلايدات موجودين عندكم. اوكي هلا برجع بورجيكم وين موجودين بالضبط، موجودين على التيمز. يعني هذا الجروب، هذا جروب فيسبوك انا عاملاه بس للطلاب، تمام؟ عاده هذا الجروب يعني في حوالي هيك شايفين تقريبا بيصير 800 ممبر، له سنين هذا، يمكن 4-5 سنين تقريبا له هذا الجروب، والطلاب اللي بيدخلوا بيطلعوش، يعني خلص هذول طلابي، في منهم كثير تخرجوا كمان. الحلو انه انت بتقدر تاخذ خبرات، يعني هلا اي شيء انت بتبعته هون بدك تسال عن شغله معينه، يعني انا بقدر اجاوب، اي حدا من الطلاب بيقدر يجاوب، تمام؟ لاحظوا هون مثلا هاي الصبيه قبل شوي منزله سائله عن افكار مشاريع تخرج، تمام؟ وهلا ببلشوا الطلاب بيردوا عليها. هلا الحلو وين، مين حيرد عليها؟ حيرد عليها الطلاب اللي تخرجوا اوريدي، تمام؟ فهذا الحلو في هذا الجروب انه تستفيدوش مني انا بس، لا حتلاقوا فيه خبرات طلاب قبليكم موجودين هون. اوكي فهذا انا بفضل انه كلكم تعملوا جوين. طبعا بما انه انت كاتب او موجود في بروفايلك انك طالب في جامعه فيلادلفيا، على طول انا بضيفك، يعني من غير ما عاد ادور والله هذا باي شعبه، بضيفك مباشره. طبعا هي انا لما تدخل على هذا الجروب حتشوف في الاكونت، معلش سوري شوي، حتلاقي اكونتي هيو، تمام؟ اللي حابب يضيفني برضو على الفيسبوك أنا ما عندي أي مشكلة، حابب يبعث لي على الماسنجر يبعث لي على الماسنجر أي سؤال بده إياه على الخاص، أنا ما عندي أي مشكلة. طبعا ما في أوقات معينة، هلا في السيلبس هلا بنشوفها مع بعض، حاطة أنا office hours لأنه لازم أحطها اللي هي الساعات المكتبية، بس بما أنه إحنا كل شيء أونلاين فما في ساعات مكتبية، أي وقت بتحبوا تبعتولي بعتولي. أنا طبعا أوقات reasonable، يعني مش الساعة 12 بالليل، أوكي، وأنا بالوقت اللي بقدر أرد على طول حرد، تمام؟ يعني ما عندي محاضرة، ما عندي إشي ضروري ومشغولي فيه،
على طول إن شاء الله برد عليكم، ويعني قدر الإمكان بإذن الله بحاول ما أقصر معكم. طبعاً الإشي الأساسي أنا اللي بفضله إنه يكون أغلب شغلنا هون على التيمز. يعني هلأ الماسنجر في حالة إشي كتير ضروري ومستعجل عليه، مع أنه حتى التيمز نفسه أنا بيجي نوتيفيكيشن، يعني لما تبعت مسج على التيم توصلني على طول على الموبايل. فأنا بفضل التيم أكتر من الماسنجر، لأنه جربنا بعدين جروبات الماسنجر كذا بيعجقوني شوي. فأنا أعطيتك كل الوسائل المتاحة، ما عندي أي مشكلة، بس يفضل أنك تبعت لي هون. هلأ بالتيمز في عنا تشات وفي عنا بوست، يعني لو بدي أرجع هون هذا التيم تبعنا، أوكي؟ عندك هون البوست زي الفيسبوك، زي ما انت شفتوا كيف انا بعت لكم اول مره ورديتوا علي عادي. اي حدا ببعت، كلياتنا احنا اللي موجودين بهذا التيم بهاي الشعبه بنقدر نشوف البوست اللي بعته، بنقدر نرد عليه. انا على طول بوصلني نوتيفيكيشن على الموبايل انه اجاني بوست معين. نفس الشيء على الشات، اي حدا بده يبعث رسائل معينه فيه انه يبعث على الشات هون. تمام، في طالبه مش عارفه تفوت شكلها، اوكي معلش بس ارد عليها على السريع. تمام اوكي شباب، هيك شايفين يعني هاي الشات، بس هي لانها بعثت لي وانا خلال المحاضره فما قدرت ارد عليها. طيب خلينا نرجع هنا على لأورجيكم هون الفايلز، هون مادتنا. تمام، هلا في عندنا هون كلاس ماتيريالز اللي هي part 1 ل part 5، هدول عبارة عن PowerPoint slides، هفتحهم أثناء المحاضرة especially part 1 لأنه نظري. part 2 ل 5 يعني حصير أراوح ما بين السلايدات وما بين العملي ما بين الكتابة، وحناخد شغلات حصير نرسم خوارزميات على شكل flowcharts. إن شاء الله يعني في جايبة أنا tab بحيث يساعدني، tablet هو يساعدني على الرسم، فإن شاء الله بتدرب عليه اليوم وبكرة، وإن شاء الله يوم الأربعاء بيكون كويس على أساس أورجيكم كيف إحنا نرسم الفلو تشارت. اللهم صل على محمد. هاي المادة mainly، هذه examples on nested loop هنحتاجها في part 5، نرجع لها إن شاء الله هقولكم عنها في حينها. هاي مادة الفصل كاملا، أوكي؟ في كتاب؟ أكيد في كتاب، هلأ بنشوفه مع بعض. هلأ بدي أرجع تاني هنا، في عنا هاي السيليبس. السيليبس انتوا عندكم طلاب جداد يمكن ما بعرف اذا اول مره بتسمعوا بالكلمه، السيليبس هي الخطه التدريسيه للماده. اي ماده انت بتاخذها الدكتور لازم يورجيك انه في سيليبس لها، فيها خطه تدريسيه. بعض المعلومات انا اوريدي حطاها في السلايدات اللي هلا انا بورجيكم اياها، فبتلاحظ هون بالسيليبس فيها معلومات عن الاستاذ، كيف تتواصل معه، انسون الاشياء اللي حكيت لكم عنها قبل شوي. هاي مش غلط انكم تقرؤوها، تشوفوا ايش الاهداف اللي لازم توصلها بالماده، شو تحتاج، يعني هي قراءة ذاتية خلينا نحكي لكم، شو الأشياء اللي أنتم متوقع إنه توصلوا لها لما تخلصوا المادة إن شاء الله. هذا هو الكتاب المقرر اللي هو التكست بوك، تمام؟ اسمه C++ How to Program، المؤلفين ديتل أند ديتل. هاي السلسلة لهدول المؤلفين إلهم C++ How to Program، Visual C# How to Program، Java How to Program، عندهم سلسلة منيحة. هاي السلسلة معروفة في الأردن وموجودة، يعني لو رحتوا على أي مكتبة مثلا بشارع الجامعة الأردنية بإربد برضو بشارع الجامعة مفروض إنكم تلاقوا، ومش بس طبعة 2013 ممكن تلاقوا طبعات أجدد. هذا للي حابب يشتري، تمام؟ اللي مو حابب يشتري يحط اسمه على الجوجل ويكتب بلس، يحط PDF، أنا متأكدة إنه حيلاقي نسخة، يعني يمكن نسخة 2013 يمكن أقدم يمكن أحدث، هتلاقوا نسخة للكتاب، تمام؟ للكتاب أهميته بالنسبة لطالب برمجة، أنت طالب IT وأنت شغلك كله حيكون برمجة، تمام؟ هلأ أنا بالسلايدات حاطة كل المادة وحاعطيكم أنا أسئلة إضافية من عندي كمان، بس الكتاب شو أهميته؟ إنه في أسئلة أكثر من اللي أنا حاعطيكم إياها كمان. أنت كطالب بدك تتعلم برمجة لأول مرة، كتير مهم إنك تضلك تحل أسئلة، لأنه مش بس علشان تعرف تبرمج أو تعرف تكتب سينتاكس C++، لا، اللي بيهمني أنا بحل الأسئلة إنك تتعلم مهارة بنسميها إحنا problem solving، حل المشاكل أو حل المسائل. الـ problem solving هذه هي الشابتر الأول حنبلش فيه إن شاء الله وحنحكي عنه. فقد ما أنت بتشوف أسئلة وبتحلها بتفكر فيها، لو ما عرفت تحلها عادي
ارجع لي نتناقش فيها أنا وياك، أوكي؟ ممكن أنا ما أعرف أحلها عادي، يعني لو قدام شوي لما هذا يكون في أسئلة شوي صعبة ممكن أنا أخذ فترة لا أعرف أحلها معكم، تمام؟ عادي بنفكر فيها مع بعض ونحلها. طبعاً هذا الحكي سابق لأوانه، يعني أنت بدك تمشي معي خطوة بخطوة. لما نأخذ التشابتر الأول أو نأخذ خلينا نحكي البدايات، لما لسه قاعدين نحكي إحنا عن الداتا تايبس عن هذا، ما في حل أسئلة كتير عليها. بس لما نبدأ نأخذ برمجة، يس لتفوت على هذا الكتاب وتشوف الأسئلة الخاصة بكتابة البرامج وتحاول فيها قد ما بتقدر، تمام؟ هذا بالنسبة للكتاب المقرر. هلأ حتلاقوا كمان في السيليباس اللي هو توزيع العلامات، هنحكي عنه كمان شوي. هذا بهمنا اللي هو توزيع المادة على الأسابيع. إحنا عندنا 16 أسبوع بالفصل، تمام؟ فنبين هون بالضبط إيش المادة أو الموضوع اللي هنحكي فيه في كل أسبوع. هذا حتلاقوه في أي سيليباس لأي مادة، تمام؟ هذا ليش الحلو فينا؟ عشان تعرف إحنا هون وصلنا، يعني حلو إنك أنت تتابع تعرف والله إحنا وصلنا هون. اوكي على الكنترول ستراكشرز، يعني ضايلنا لسه هاي المواضيع اللي ورا لسه ما خلصناها، فحلو انك تعرف انت وين بالضبط موجود بالكورس. شو كمان بدي احكي لكم هون؟ هاي بالنسبه للسيلبس بشكل عام الاشياء المهمه، يعني هدول طبعا ريفرنسز اضافيه للي حابب. طبعا هاي ريفرنسز اغلبها ما كانش كلها موجوده في المكتبه عندنا، فاللي حابب انه يحصل على اي كتاب، وباي ذا واي حتى كتاب ديتيل اند ديتيل المفروض يكون في نسخ بالمكتبه. إذا مريتوا على الجامعة مروا على المكتبة، اللي حابب يستعيروا من المكتبة برضو بيقدر، تمام؟ هاي بالنسبة للسيلباس. وهلأ نرجع نحكي عن توزيع العلامات. فنرجع again، هلأ في عنا شغلة بدي أحكي لكم إياها كمان. في عنا هنا اللي هي اللاب، بعرفش إذا انتبهتوا قبل ما تتحول هاي المحاضرة مسائية، المحاضرة الصباحية كانت فعليا شعبتين، صح؟ متذكرين؟ كان في شعبة هاي الشعبة النظري وفي جنبيها شعبة متفرعة اللي سجل محاضرة صباحية قبل ما نقول لكم على المسائية. بالعادة هاي المادة شباب بنزل معها محاضرة إضافية بنسميها محاضرة العملي. لما تكون محاضرة 2/4 أوكي، كانت مفروض هاي المحاضرة I think على 11:15 النظرية، تمام؟ كان مفروض بعديها مباشرة كل يوم كل 2/4 تاخذوا معي أنا نظري وبتروحوا بتاخذوا ساعة محاضرة عملي مع مشرف مختبر أو مع طالب ماجستير. شو الفكرة من العملي؟ الفكرة أنه أنت أول مرة بدك تبرمج، لا يكفي أنك تأخذ مني أنا نظري، تمام؟ فعشان هيك في عنا هذا الدوكيومنت اللي موجود عندكم باللاب. هذا الدوكيومنت هو دوسية العمل اللي إحنا بنعطيها عادة للطلاب واللي بدرسوها عنا المشرفين، تمام؟ هاي الدوسية يعني أنا حبدأ لكم فيها. هنبدأ نحكي في البداية عن شو، يعني شو هو الفيجوال ستوديو اللي حنستخدمه. طبعاً هذا قديم الفيرجن، إحنا حنستخدم جديد إن شاء الله. هنحكي شو يعني كومبايلر، شو اللي بيصير لما أنت تكتب برنامج. هذا الحكي لما نوصل لمرحلة البرمجة أنا رح أعطيكم إياه، أوكي؟ أول كم لاب، في لاب أظن محذوف، هلأ لما نوصل بحكي لكم إن هذا مش معانا. بس أول كم لاب، لابات يعني زي ما تحكي بسيطة، بس إنه بنتعلم كيف نعمل output، كيف إنه نطبع جمل بطريقة وبتنسيق معين. هذا ممكن أعطيكم إياه في محاضرة واحدة وخليكم تتدربوا عليه. Afterwards لما نبدأ بالبرمجة أكتر، تمام؟ يعني خلينا نحكي ممكن لاب ابتداء، خلينا نحكي من لاب 4 ولاب 5. حسير شو أعمال؟ إنه مثلا خلال المحاضرة ناخذ لنا سؤال من اللابات، تمام؟ اقول لكم يلا بدي احل هذا السؤال معكم، بنحله سوا، واجي اقول لكم يلا في هدول مثلا بدي اياهم هوم ورك، اوكي؟ بطلبهم كهوم ورك وبتعطوني اياه مثلا بديدلاين معين، تمام؟ بس احنا ان شاء الله حنحاول قدر الاستطاعه انه نغطي اللابات، يعني الله يبارك لنا بالوقت، يعني كيف احكي لكم؟ هو مش حيكون إشي سهل لا علي ولا عليكم بصراحة إنه نغطي هذا الحكي كله بس بمحاضرات النظري. إذا اضطرينا، وبرجو إنه هذا الحكي ما يكون يعني مزعج لإلكم، ممكن بس نبلش في البرمجة إنه كل أسبوعين نأخذ محاضرة إضافية. إذا ما عندكم أي مشكلة يعني ممكن نحدد يوم إنه ما عندكم فيه محاضرات، نأخذ محاضرة إضافية هيك ساعة زمان نشتغل فيها شوي باللاب، تمام؟ نأخذ يعني على أساس نحاول إنه نقطع أسئلة من أسئلة المختبر قد ما بنقدر، تمام؟ هذا الحكي خلينا نشوف إحنا حسب سير الفصل، الواحد ما بيعرف شو بصير معنا. لما نحتاج بحكي لكم لو كل أسبوعين خدنا لنا محاضرة
حتى لو سبت حتى لو جمعة أنا ما عندي مشكلة، بس بعرف إذا أنتوا عندكم مشكلة يعني، بنشوف يعني بتحاور ساعتها وبنتفق على محاضرة إضافية. أوكي طبعا كله حيكون مسجل يعني. طيب نرجع نكمل بالسلايدات لحد هون بس. حدا عنده أي سؤال؟ حدا عنده أي مشكلة باللي حكيته؟ دكتورة ما أنا عندي سؤال. تفضل. بس يفضلك اللابات حتكون عن بعد يعني حندرسهم إحنا شو اسمه حتكون يعني محاضرة واحدة؟ هلا هو فعليا لما حولوها مسائي بطل في محاضرة لابات تمام، بس ما بقدر أنا أطلعكم من هنا وأنتم مش مشتغلين عملي يعني، يعني لا ضميري الديني ولا الأكاديمي ولا أي ولا الأخلاقي بسمح لي إنه أنتم تطلعوا من هاي المادة وأنتم مش مشتغلين عملي. فزي ما حكيت لكم يعني أنا هحاول أغطي العملي بمحاضرة إضافية كل أسبوعين، كل أسبوع إذا تشجعتوا ما عندي مشكلة، ممكن حدد لنا كل إذا بدكم محاضرة إضافية لهاي المادة، بس لما ندخل في البرمجة شوي تمام؟ على أساس إنه ما بدي أضيع محاضرات النظر، إنه في مادة نظرية لازم نأخذها، ما بدي أضيع مادة النظري يعني لازم أعطيكم العملية بنفس الوقت، ما بتكفيني محاضرتين بالأسبوع، فحنحتاج إضافي. ف نتفق إن شاء الله يعني خلال بس أخلص المادة النظرية الأولى اللي هي البارت 1 بنشوف إحنا كيف ممكن ناخد العملي مع بعض تمام؟ أوكي؟ بعملكم إن شاء الله هيك سؤال بوست على اللهم صل محمد على هنا، بعرفش إذا في بول، I think في بول، ممكن نحدد إنه هل حابين ناخد مثلا محاضرة بأيام معينة أو كذا ونشوف شو رأيكم تمام؟ يعني بدي كلكم متفق على الموعد عشان ما بدي يضيع على حدا، ماشي الحال؟ تمام تمام إن شاء الله. طيب خلينا نشوف هنا إيش المواضيع اللي بدنا نحكي عنها. طبعا هلا هاي المواضيع أنا ما بعرف إذا أنتوا أجين برجع بحكي اللي ما أخذ برمجة زمان ممكن بالمدرسة يعني ممكن يكون بيعرف عن هاي المواضيع، أنا بس هيك حمر عليها سريع جدا. طبعا إحنا بالأول قلنا أول شابتر حنحكي عن problem solving، كيفية حل أنا نحكي هون هم بكتبوها بالإنجليزي problem، أنا ما بحبش كلمة مشاكل من باب التفاؤل، فخلينا نحكي حل مسائل تمام. إحنا فعليا لما أجي أقول لك بدي أنا إياك تعمل برنامج، أنا فعليا بعطيك مسألة، ممكن جدا أجي أقول لك يعني أعطيك مثلا مسألة بسيطة، أجي أقول لك أنا بدي أحسب مساحة مربع، بدي أخذ طول ضلع المربع as an input، مش بكون كنت تدرس بالرياضيات يعطوكم مثلا معطيات إنه طول ضلع المربع 3 سنتي احسب مساحته مظبوط، ففي عندك معطيات وفي عندك مخرجات، فنفس الفكره عندنا احنا في البرمجه. بالبرمجه انا بعطيك مساله بقول لك انه هاي المساله بتحتاج انبوت معين، بتحتاج مدخلات معينه، واعطيني اوتبوت معين. انت بدك تبرمج بدك تكتب الاوامر اللي حتطلب من المستخدم، اعطيني طول ضلع المربع، وحتكتب المعادله اللي بتحسب المساحه، وحتكتب الأمر اللي بيطبع النتيجة النهائية على الشاشة. هذا الحكي كله أنت عشان تفكر فيه، أنت بتعمل problem solving، بتحل المسألة اللي أنا أعطيتك إياها. هذا هو الشابتر الأول حنبدأ فيه. بعد ذلك حنبدأ قبل ما نفوت في صميم البرمجة ونكتب C++ فعلياً، نبدأ نتعرف على إيش اسمه data types، أنواع البيانات. أنا مش أنا حكيت لك بدي أدخل طول ضلع مربع، الطول ضلع المربع إيش هذا؟ بدي أدخل أنا رقم ولا بدي أدخل اسم يعني أحرف، ولا بدي أدخل إيش في كمان عندنا مثلاً أدخل true false، بدي أعرف شو data type. أنا بدي أدخل رقم، بدي هذا الرقم مثلاً يكون عدد صحيح، بدي هذا الرقم يكون فيه كسور. ففي عندنا أنواع من البيانات اللي بيقبلها البرنامج، هنحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل. بعدين حنحكي عن أشياء أو حنحكي عن شغلات اسمها identifiers اللي هي مسميات، هي عبارة عن مواقع في الذاكرة أنا بخزن فيها داتا إلها أسماء إلها identifiers، حنحكي عنها بتفصيل أكثر. ثم حنحكي عن expressions هي المعادلات، كيف بكتب أنا معادلة في برنامج، كيف طريقة الكتابة. حنحكي عن المدخلات والمخرجات الانبوت والاوتبوت لأي برنامج. حنحكي عن إشي اسمه assignment statement، خلوها لقدام. بعدين بنبلش في البرمجة المضبوطة، هنبلش نشتغل في نعمل هدول بسموهم control statements اللي هي الجمل التي تتحكم في سير البرنامج.
في عنا الإف ستيتمنت، في عنا سويتش، في عنا اللوبس اللي هي الدورانات. هاي كلها يمكن ما مرت عليكم ويمكن سامعين فيها سمع، فهذا مش شرط هدول هذا الحكي تكون فاهمه هلأ. أوكي؟ فعنا الدورانات نستخدم لها أوامر زي فور، زي وايل، زي دو وايل، هذا كله إن شاء الله حناخده. وآخر شيء في أوامر حناخدها اسمها بريك وكونتينيو. هاي الشغلات مينلي هذا الموضوع المواضيع حنحكي فيها. أوكي؟ لما تروح على أساسيات اثنين بإذن الله هذا الحكي لازم يكون سوليد عندك، لازم تكون منيح فيه، عشان بأساسيات اثنين هذا الحكي كلياته حتستخدمه. عشان تبني إشي بأساسيات اثنين اسمه function، عشان تستخدم إشي اسمه array، عشان تتعامل مع string هذا الحكي كله لازم أكون فاهمه. فهذه من اسمها أساسيات برمجة. أوكي؟ هاي أساس شغلك من هلأ للأربع سنين لقدام، سواء كان تخصصك علم حاسوب، سواء كنت هندس برمجيات، سواء كنت سايبر سيكوريتي، بكل الأحوال أنت بدك تتعلم برمجة، هتاخد عدة مواد برمجة. أوكي؟ ويعني وشو ما كان تخصصك أي من هدولة، أوكي ممكن تدخل في ستريم البرمجة، ما في أي مشكلة، تمام؟ فهاي المادة كتير مهمة شباب، عشان هيك رجاءً بدكم تتابعوا معي أول بأول. هلأ نروح على الأسسمنت أو العلامات. العلامات من 100 أكيد المادة، إحنا العلامات عندنا رقمية في الجامعة تنزل لك من 100. إحنا عادة كنا نعطي first, second, final، امتحان أول، امتحان ثاني، امتحان نهائي، لكن عشان الأونلاين تحولت الامتحانات لاثنين، midterm exam امتحان نص الفصل وfinal exam. midterm عليه 30 والfinal عليه 50 لحد الآن حتى إشعار آخر، يعني هيك عادة هيك التقسيم كان بالصيف. إذا غيروا الرئاسة طبعاً حنبلغكم إذا صار في أي تغيير على توزيع العلامات، بس الإشي الثابت دائماً اللي هو علامة المشاركة اللي هي بتكون من 20، وهاي اللي حاحكي عنها هلأ. بس قبل هيك عن الامتحان، هلأ أنتم مادتكم تعتبر متطلب كلية، متطلبات الكلية حسب وزارة التعليم العالي حتى امتحاناتها للأسف أونلاين لحد الآن. برجع بحكي، ما احنا عارفين من أول ما بلشت الكورونا والقرارات تتغير حسب الوضع الوبائي في البلد، فلحد الآن امتحانكم حيكون أونلاين، تمام؟ كيف أونلاين؟ على التيمز، بنكون عاملين فورم أو عدة نماذج طبعاً على الأغلب، هيك بالعادة يعني، وبالامتحان بيكون أغلبه multiple choice. يعني حيكون طبعاً الامتحان فيه برمجة بس ما حتكتب بإيدك عشان السرعة، تمام؟ يعني اللهم إلا يمكن أحط سؤال واحد بس كتابة يكون فيه برمجة أو كذا، بس غير ذلك أغلب الأسئلة حتكون اختيار من متعدد، أوكي؟ فأنا حقيس مدى يعني شغلك وقدراتك أو مهاراتك البرمجية أكثر شيء وين؟ في علامة المشاركة، في الأسايمنتس اللي أنت حتسلمها، الواجبات اللي أنت حتسلمها. أوكي؟ هلأ المشاركة كيف مقسمة عنا؟ مقسمة 10 علامات كوزات، والكوزات هاي ممكن تكون مفاجئة، على الأغلب مفاجئة، عشان تدرسوا أول بأول. يعني ممكن مثلا اليوم أكون معطيكم محاضرة، مش اليوم طبعا، بس يعني معطيك محاضرة أجي آخر 10 دقائق أو ربع ساعة بقولكم يلا شباب هاي في رابط أوكي موجود على بعلمكم عليه هذا الحكي إن شاء الله، برضو على التيمز بيكون يلا هاي في رابط فوتوا في كويز، هلأ فوتوا وحلوا الكويز، تمام؟ طبعا هذا أجين هيكون pop quiz يعني مفاجئ، فبدك تتابع معي أول بأول. أوكي هلأ عليه 10 علامات، أنا بالعادة بعطي عدة كوزات وباخد أعلى 3 أعلى 2، باخد الأفرج إلهم يعني براعي، ما تخافوا بهاي الناحية، بحيث إنه لو اضطريت ما حضرت محاضرة ما يضيع عليك يعني وضع عليك كويز يكون في تعويض بكويز تاني. أنا ما بعيد كوزات، بس الفكرة إنه ناخد عدد كويس من الكوزات بحيث لو ضع عليك واحد لو ما زبطت بواحد حتلاقي في غيره يعوضه. نفس الشيء الأسايمنت زي ما حكيت قبل شوي، الأسايمنت حتكون مينلي اللي هي أسئلة من دوسية العملي، أسئلة حاجة أقول لك مثلا هذول بدي إياكم تحاولوا فيها أنتو تحلوها، تسلموني إياها برضو على التيمز. على التيمز في عنا هون تاب اسمها أسايمنت، بصير أرفع لكم الأسئلة أوكي، أو أحكي لك بس هيك أكتب لك مثلا نص هنا بالأسايمنت، بجي بكتب لك نص إنه solve مثلا question number 2 from lab 15 مثلا، تمام؟ والدوسية already موجودة عندكم، ف
ترفع لي طبعا هون في طريقه انه تقدر تعمل ابلود للاساينمنت هون عشان يكون اسهل تصحيحها. الاقي كل شيء كل يعني ما تبعتوا لو ما تبعتوا لي مثلا على الماسنجر او على الايميل بخاف انه يضيع مني ايميل او ما انتبه له. هون خلاص كل شيء بيكون ايش مجمع في مكان واحد وبصلح الاساينمنت كلها. طيب نرجع اجين على اوكي على الباوربوينت. هاي بالنسبة لتوزيع العلامات، حدا عنده أي استفسار بالنسبة لتوزيع العلامات، الكوزات، الأسايمنتس؟ حدا عنده أي استفسار قبل ما أروح النقطة الأخيرة؟ طيب، أنتم معي لساتكم صح؟ أوكي تمام. وهي الساعة صارت 8 فأنا خايفة في ناس يكونوا قاعدين بغفوا يعني معلش سامحونا الوقت شوي متأخر. أوكي آخر شغلة بس أحكي عنها اللي هي الحضور والغياب. هلأ طبعاً إحنا بناخد حضور وغياب. هلأ بورجيكم من وين باخده. باخده بشكل أوتوماتيكي، ببين معي مين اللي دخل على المحاضرة، مين اللي طلع، يعني ببين كل الحركات اللي صارت. أوكي وهلأ بورجيكم يعني حنزله قدامكم وأورجيكم كيف بيكون الوضع. هاخد حضور والغياب عليه. طبعاً في نقطة مهمة، إذا أنت دخلت قبل نهاية المحاضرة بشي 10 دقائق 5 دقائق حاعتبرك غايب. إذا دخلت على المحاضرة وطلعت بعد 5 دقائق برضو حاعتبرك غايب. اللهم إذا صار عندك مشكلة تبعت لي، بتواصل معي، بتقولي أنا مثلا ضرب عندي النت، ضرب عندي الجهاز، أبصر شو صار معي. أوكي بسامحك أول مرة ثاني مرة، بس لو تكررت أوكي معناها أنه لا هذا العذر مش دقيق كثير. انتوا طلاب اي تي دخلتوا كليه الاي تي، فالمفروض تكونوا مجهزين حالكم انه على الاقل يكون الجهاز يتحمل ايش النت وفيديوهات التيمز على الاقل. تمام فحاولوا قدر الامكان انه تحضروا، ما ضيعوا على حالكم. هلا مسموح لنا قانونيا في الجامعه، مسموح للطلاب مش لنا، 15% من الليكتشرز من المحاضرات مسموح لك تغيبها. بالنسبه لاثنين اربعة لانه احنا بناخذ محاضرتين في الاسبوع، مسموح لك up to 6 lectures، معاك لحديد 6 محاضرات غياب طول الفصل. بعد الست محاضرات حق للدكتور انه يحرم الطالب من المادة. عفوا طبعا حرمان المادة معناها المادة ايش I think انه بتنزل لك، لا بتنزل لك حرمان اذا انت مش مقدم، طبعا ما بتنزل لك علامة، بس الفكرة وين انه ما بتقدر تنزل المادة اللي بعدها فحرام. تمام فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان وما تنحرموا من المادة حرام. وهلأ في نقطة بس عشان ما تقولوش عني شريرة، أنا ما بحرم على السادس مباشرة يعني، بعطي مجال حاضرة تنتين ثلاثة يعني. أنا بعرف إنه بصير في ظروف وبتواصل مع الطالب، بس في طلاب بينوش بيختفوا فعليا أول ثلاث أربع أسابيع، هدول أول ما يصير في مجال على طول especially إذا مش مبينين من بداية الفصل هدول على طول بحرمهم يعني. بس الطلاب اللي معي بتواصلوا معي ودائما شايفاهم معي بيحضروا، اذا صار عندهم غيابات مثلا وصل 4 غيابات اجي بقول له يا فلان دير بالك انت وصلت 4 غيابات. اوكي هلا حتى لو باعذار، باي ذا واي قانون الجامعه حتى لو غبت 6 غيابات باعذار تنحرم، بس بتحول انحراق الحرمان الى انسحاب. هلا انا ما بعرف بالتسجيل شو الفرق بينهم صراحه، بس بيكون الانسحاب اي ثينك انه اقل ضررا عليك من الحرمان. بس بكل الاحوال بتمنى ما توصل لهي المرحله، وان شاء الله ما احرم حدا، انا ما بحب احرم حدا وما يعني الا اللهم اللي حسيت انه عن جد عن جد انه مش فارق معه لا محاضره ولا مقدم إشي. يعني في ناس عن جد كانوا يقعدوا بيجي امتحان الفيرست تمام وهم لا مبينين معي ولا مقدمين كوزات ولا مقدمين اساينمنتس، فخلص يعني من هون الامتحان الفيرست. انت تحكي عن أيام زمان لما كنا ناخذ امتحان الفيرست بعد 6 أسابيع، فلما يكون طالب مش مبين 6 أسابيع معناها شو بضل شو بده يحضر. أوكي فبس أنا طولت كتير على موضوع الغياب، بس عشان تعرفوا إنه الغياب والحضور والغياب كتير مهم. طبعا في نقطة مهمة، أنا ما بحسب أو ما يعني ما بتعامل أو ما بدخل الغياب في علامة المشاركة، يعني ما باجي بقول والله الطالب اللي غاب 4 محاضرات بدي أنزل له مثلا علامتين، لا. بس شو بعمل أنا شغلة؟ اللي بيلتزم من بداية الفصل لآخر الفصل ما بغيب ولا محاضرة ولا محاضرة تمام؟ إذا كان ناقص بال مثلا بعلامة المشاركة جايب 18 جايب 17
بعطيه اياهم بكمل له اياهم على 20. بقول هذا الطالب ملتزم معي من البدايه، ناقص له كم علامه يعني، لا اكيد ما حزعله يعني. تمام، اللي جايب مثلا 15 بخليها 17، اللي جايب 10 بخليها 12 13، عرفت علي؟ يعني بدعمه، اللي ما بغيب بالمره بعطيه بونص على علامه المشاركه. هاي وعد من اولها يعني للجميع. ايش كمان؟ بس هذا هو التأثير الوحيد للغياب على المشاركة. طبعاً في تأثير ضمني، يعني أنا قلت لكم كويزاتي مفاجئة، فإذا أنت غبت عن محاضرة وأعطيتكم كويز راح عليك الكويز، أوكي؟ فمن هون يعني ضمنياً حتأثر على علامة المشاركة. وهذا اللي كنت بدي أحكي اليوم. ما بعرف إذا عندكم أي أسئلة تانية قبل ما ننهي المحاضرة. أنا عندي سؤال. دكتورة تفضلوا. مين من دي يسأل؟ تفضل. شهراء. تفضلي شهراء. إذا شو هي مواصفات يعني ممكن أنا أجيبها عشان تمشي معي كود كودينج يعني؟ أوكي. الجهاز يعني؟ شوفي استاذ عزيزة، هلا طبعاً حسب الميزانية أكيد تحط ببالك. هلا أقل إشي بصراحة إذا بدك يمشي معك من هون لأربع سنين. اوكي، اقل شيء يكون البروسيسور كور اي 7 عشان يمشي معك لاربع سنين. اذا بدك اياه بس اول سنتين كور اي 5 تو بي فاين، بس اي 7 رخص يعني. زمان اول ما طلع البروسيسور كور اي 7 كان اغلى، هلا قاعد برخص. تمام، فهي شغله. الشغله الثانيه الرام ما يكون اقل من 8 جيجا، و16 افضل. بس انا ايش بحكي لك خيارات، لانه بقول لك حسب الميزانيه. طبعا كل ما زادت المواصفات كل ما زاد سعر اللابتوب أو الجهاز اللي بدك تجيبيه. طبعاً لو بدك تجيبي ديسكتوب أكيد حيكون أرخص من اللابتوب، فأنتي شوفي الأسهل. بس أنا بقترح لأنكم طلاب آي تي وإن شاء الله ربنا بيجمعنا فيكم على خير بالجامعة، اللابتوب أفضل، لأنك أنت وين ما بتروح تاخده معك، بدك تروح بدك تجيبه على الجامعة، بدك تروح تدرس بستدي هاوس تاخد اللابتوب معك، أسهل ما تاخد الديسكتوب. شو كمان في شغلات؟ قلنا الهارد ديسك، قلنا الرام يكون مينيمم 8 جيجا. الهارد ديسك يعني يفضل يكون يعني هلا ال1 تيرا مش غالي كتير لما يكون حجم الهارد ديسك، سعه الهارد ديسك 1 تيرا. هالايام نازل شغله اللي هو نوع من انواع الهارد ديسك اسمه SSD، ومش هالايام له فتره بس يعني نسبيا جديد. نوع من انواع الهارد ديسك هو اسرع من الهارد ديسك، فللبرمجه لما تنزل عليه ويندوز. نعم، بيحكوا انه كثير كويس هذا الهارد ديسك. يس. SSD كتير أسرع. هلا في أجهزة بيكون نازل عليها هارد ديسك عادي ونازل وفيها SSD. SSD بيكون أصغر شوي، بس شو الفكرة؟ إنه بنزلوا عليه الويندوز، لما ينزل عليه الويندوز بصير سرعته خيالية، سرعة الجهاز بالتحميل وبالبوتين. بس هلا هاي المرة أنا أقول جهازي إله سنتين، ففي عندي SSD منفصل عن الهارد ديسك. زميلتي اشترت واحد جديد كان يعمل كل الهارد ديسك اللي بالجهاز كله SSD، ما في هارد ديسك عادي، فهذا لسه أحسن. أوكي، يعني بيكون كل إشي سريع عندك، يعني حتى بدك تفتحي فايل بيكون سريع جدا، بدك نت، بدك شو مكان بيكون سريع، كل شغلك حيكون على SSD. فيس هذا أفضل. بس طبعا أجين كل ما زادت المواصفات كل ما زاد السعر. بس يعني لو جبت مواصفات منيحة حضلها معك طول فترة الجامعة، ما حتحتاج تغير اللابتوب إن شاء الله. تمام دكتور، بس بدي أسألك يصير فضلك، انا اللابتوب تاعي 256 SSD و500 هارد ديسك، مش SSD كويس ولا شوي؟ لا كويس، لا كويس، بس يعني SSD 256 ممتاز، يعني نزل عليه يعني هلا مثلا الفيجوال ستوديو تنزلوا عليه بصير سريع جدا، عرفت علي؟ يعني كويس، ساعته منيحه، نزلوا على SSD بصير كتير منيح معك. اوكي تمام. عادي، لا بتقدر تمشي فيه. هلا شوف، الهارد ديسك تقدر تعوضه باكسترنال هارد ديسك، يعني اذا بدك تحط انت بدك تخزن ملفات، اوكي جيب اكسترنال هارد ديسك وصير خزن عليه. حاول قدر الامكان انه الهارد ديسك هذا اللي فيه 500 ما يزيد، ما يعني ما تعبيه، يعني ما توصل 500 وتخليه فل. تمام، قدر الامكان. ليه؟ لأنه مرات لما البروسيسور المعالج بيحتاج الهارد ديسك، يعني بياخذ جزء منه أثناء العمل، فلما يروح يلاقيه مليان بصير شغلك، بصير جهازك بطيء. فحاول قدر الإمكان إنه ما تعبيه، يعني 500 جيجا.
بس برضو 500 جيجا مش قليلة يعني، أوكي يعني لا بالعكس كتير منيحة. تمام، كيف الرام عندك؟ الرام أنا عندي فيها 8. 8 كويس، 8 كويس. والبروسيسور إيش نوعه؟ I إيش؟ i5 برضو i5. أنا عندي فكرة جهازي بالجامعة i5 fine أوكي بمشي، بس بقول لك كل ما هذا مدام موجود هلأ معك خليك عليه، يمكن بعد سنتين على سنة ثالثة تحتاج تغيره. بس اللي بده هلأ يشتري جهاز جديد أنا بفضل أساس يضلوا معه طول الأربع سنين، بفضل إنه يجيب i7. تمام؟ تمام أوكي. سامر اللي بحكي معي صح؟ فأنت هلأ ما في داعي تشتري حاليا، إذا مدام عندك لابتوب هلأ حاليا بالمرحلة السنة هاي ويمكن حتى السنة الجاي يكون كافي تماما. وانت شوي شوي لحالك تحكم على جهازك انه تحتاج تغيره ولا لا. تمام؟ تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. طيب حدا عنده سؤال تاني قبل ما اطفي الريكورد؟ انا ما بدي اياكم تطلع عشان بدي اخذ حضور وغياب، بس بدي اطفي الريكورد علشان خلص الطلاب اللي ما اجوا يقدروا يشوفوا كل اشي حكينا، فاذا في اي اسئلة ما بدي اضيعها عليهم. في حدا عنده سؤال تاني شباب وصبايا؟ يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. طيب أنا خليني أوقف الريكوردينج، بدي أورجيكم بس شغلة اللي هي